الله وخوفها من الله واستحيائها من الله تسأل من رسول الله أن يدعو أن يدعو لها الله جل وعلا ألا تتكشف خفها. ولو أنها طرعت وانكشفت عورته لا يحاسبها الله، لأن في حديث جنون كما قال عيسى مروف ورجع القلم عن زدم فيه المجنون حتى يفيق. فما بال نسائنا اليوم، فما بال نساء المسلمين اليوم؟ على النساء أن يتقين الله جل وعلا، على المرأة أن تراقب ربها تبارك وتعالى، على المرأة أن تعلم علما يقين أنها أن الله جل وعلا فرض عليها الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أبو هريرة كان واقفا فمرت عن من أمامه امرأة وقد تعطرت، فشم أبو هريرة رائحتها فقال لها إلى أين يا أبت جبار؟ فقالت هذه المرأة إلى المسجد. هذه المرأة ذاهبة إلى بيت الله، ليس إلى السوق أو إلى معصية الله، إنما إلى بيت الله. فقال أبو هريرة ارجعي واغتسلي وغسل الجنابة، فإني سمعت رسول الله بل يقول أيما امرأة صغيرة أو كبيرة، أيما امرأة خرجت متعطرة متزينة ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. المرأة العاقلة تتزين لمن؟ لزوجها في بيت الزوج فقط. أما إذا خرجت من بيت أخرين بالحجاب الشرعي، ما جيت سنوجن الحجاب، هذا رمت فيها ما جيت حجاب هذا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ذين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمنا عائشة الأمرأة الطاهرة العفيفة الطاهرة لما مات رسول الله دفن في الموضع الذي مات فيه، كانت تدخل بالملابس لك المركض في الدار. لما مات أبو بكر أبوها كانت تدخل عليهما بالملابس للبيت، فكانت تقول إنما هو زوجي وأبي. لما مات عمر ودفن عمر قرب النبي عليه الصلاة والسلام دخلت بحجابها حياء من عمر في قبره، حياء من عمر في قبره. نساء يشتغلن بالمدبلجات مع كامل أدب إخوتي الكرام، والله معظم النساء اشتغلن بالمدبلجات التي خربت الأسر وقتلت الحياء والعفة والطهارة. حق القصة أي قصة في موضوع ينشر خيانة الزوجية وينشر المنكر وينشر ثقافة عدم الخيرة. كجلبت من المدرسة أضل معي الفريق ديال يقولوا يدخل إلى أين فين غيدخل؟ واتقى بك الثر بمسلم. ماشي قصة الفساد المبين. المرأة العاقلة التي تجد أمام هذا التلفاز فهي ستحاسب أمام الله عن وقتها الذي ضيعته في هذه المدرسة التي خربت الأسر معك بالأسف. مرأة نفس لها في جيت الحي كريمة زرت على ولدها ما تفرج بياضه ضربه كمين، قلت يا أخي تفرج بياضه. وبعض الرجال مع كامل الاسف توحد في مو ديابلو. انا ما كنت فرغ غير كل ما نسمع تلفاز ليس حركه جهاز البارابول ليس حركه سخرت القنوات فيما يرضي الله. والله قليل الحجه ما كاينش حجه ربي ما عرفش القنوات الحمد لله شي 40 اذاعه والله اعلم عامره كله الحمد لله يدي موجود بخير غير البشر كيف يتعامل. حتى قصه اي قصه لما المراه كتجرا وكتقول زوجيها علاش تمسك محمد قالت تمسك مغند راه النساء المرأة تتقي الله. حنا بغينا النساء الصالحات. الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراق. واش تسرب البواب اللي كنا كنقولوا الحياء في البواب الحياء البواب مابقاش الحياء إلا من رحم الله. البواب مابقاش فيها الحياء. منين ترجموا داروا قادوا حياء مزيان داروا باللغة الدارجة المغربية والحاج 90 سنة باع بكروشة بلازما في التلفازة. قالوا حكا قصة واعرة. وبالله عليك لما كيشوف غير الكاميرا غير السواق وكتبان المرأة تجي من الكوري هزه عتله هذا كيشوف فيها الواقع هو هذا. الاب مسؤول امام الله يوم القيامه، راه كل ابي مسؤول امام الله يوم القيامه. كلكم راعي كل راعي مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ما بينكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبين ترجمان ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم
وينظر عن شيء عن تلقى ومن دون بين عيني فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم أن إنسان إخوتي الكرام وأختم به إن شاء الله عز وجل كل بني آدم خطأ ولكن من خير خطائين شكون توابون. ليس العيب أن تخطئ ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ. من شرب الخمر ومن سب الله ومن سب الدين ومن وقع في الزنا ومن وقع في جميع المعاصي يتوب إلى الله توبة صادقة. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما تركت ذنبا على وجه الأرض إلا فعلته. هذا رجل كبير السن قال يا رسول الله ما تركت ذنبا على وجه الأرض إلا فعلته وليغفر الله لي. نبي ثم جد رجل يسر عليه حد مجتمع لما ديالنا قد قال شاب بحي ديالك كان مبتلى مسكين بالخمر وغير ذلك لما كيشوف الإنسان دخل المسجد كيجري عليه ما تجريش الإنسان جلبيت الله تعالى ونسمي يختفر الطاعة دياله نبير ونقيت الرجل يتقي الله عز وجل آخر يعصي الله تبارك وتعالى. هذا الذي يتقي الله ينصح ذلك العاصي كل يوم ينصح لما أكثر عليه قال ذلك العاصي لذلك الطائع قال خليني وربي أبو عزة علي رقيبا. فقال هذا الرجل والله لا يغفر والله لا يغفر الله لك يا فلان. فقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له غفرت له وأحبطت عملك غفرت له وأحبطت عملك. فقال الرجل يا رسول الله ما تركت ذنبا على وجه الأرض على وجه الأرض إلا فعدي يغفر الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام قال بري رسول الله مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام إذن يبدلك الله بحسنات. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله أمر خاص بالأمة هذه شيء أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا عمل سيئة وأتبع حسنة الله يبدل السيئة حسنات. ماشي بني إسرائيل أو موسى عليه الصلاة والسلام لما قال عز وجل وإذ قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم زد فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب ينادي عليك أخي الكريم أي عاصي ينادي عليه رب عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنط أخي الكريم من رحمة الله عز وجل. إذا سلب قلبك إذا وقعت في معظم المعاصي ارجع إلى ربك عز وجل ويحبك سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم لكم بقصة لكي تعلموا رحمة الله عز وجل بإنسان العاصي. من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان في زمن القحط والجفاف طلب منه بنو إسرائيل أن يدعو له أن يصلي صلاة الاستبقاء. خرج موسى عليه الصلاة والسلام مع 70,000 أو يزيدون 70,000 من بني إسرائيل. وقف موسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يغيثهم. فقال الله عز وجل يا موسى فيكم رجل يعصيني 40 سنة. فتسمعين رجل يعصيني 40 سنة مر فليخرج فبذنوب وبمعاصين منعت بالمطر من السماء. فقال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي عبد ضعيف وصوت ضعيف كيف أنادي في 70,000. فقال الله عز وجل يا موسى عليك النداء وعلينا البلاغ ذنبي سوف يوصل. وقف موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل ثم قال يا أيها العبد الذي يعصي ربه عز وجل 40 سنة أخرج فبذنوبك وبمعاصيك منعنا المطر من السماء. هذا الرجل سمع كلام موسى عليه الصلاة والسلام التفت يمينا وشمالا فلم يأخذ أحد ثم علم أن الكلام موجه إليه. ثم قال يا ربي قال هذا الرجل ربي إن أنا خالتك فضحت. قالوا لا خلص رب تفضح وإن أنا بقيت منع المطر من السماء. ثم قال رحمه الله ربي عصيتك 40 سنة وسترتني
عطيتك 40 سنة وستنزلف الآن تبدو إليك. انتهى من كلامه، نزل المطر من السماء، فتعجب موسى قال يا ربي وعدك حق. فقال الله عز وجل يا موسى بالذي منعتكم به المطر بي أبقيتكم المطر، توبتك كانت سببا في نزول المطر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم يسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فإنك تيسير عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقي الصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريض إلا شفيته، ولا دين إلا قضيته، ولا حزن إلا قضيته. يسر يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.